تمارين مهمة منزلية تساعد على تقوية البطن وشدة الترهلات وزيادة معدل الحرق. شاهد أول تمرين، راح نعمل هذا التمرين 20 مرة بشكل مستمر. هذا أول تمرين، راح ناخذ ثاني تمرين بعد الراحة، راح نعمل هذا التمرين 15 عدة كل جانب بهذا الشكل مثل الموضح، شايفينه؟ راح نستمر كل جانب 15 مرة، الذراع أو اليد اليمنى مع الرجل اليسرى و الذراع الأيسر مع الرجل الأيمن. هناخد راحة دقيقة أو دقيقتين وبعدين ندخل بالتمرين اللي بعده. هلا التمرين هيكون بالبداية صعب بس شوي شوي هيبقى سهل إن شاء الله. التمرين الأخير بطن موضح، شايفين بطن موضح؟ هنستمر 20 مرة 3 مرات، يعني 60 مرة، كل 20 نرتاح لمدة 30 ثانية. انشروا الفيديو تعمل فايدة.